حملة الاعتقالات تتواصل بالحنشة من ولاية صفاقس. نقاشات لإقامة جبهة ديمقراطية موسعة. تباين بين قيادات المؤتمر بعد خطاب المرزوق الناقد لأداء النهضة. تحية طيبة وأهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي. تتواصل حملة الاعتقالات في الحنشة من ولاية صفاقس، مداهمات للمنازل وتوتر وقلق يعيش على وقعه سكان الجهة منذ 3 أيام بعد مواجهات حدثت بين بعض المواطنين وعدد من أنصار النهضة الذين حاولوا السيطرة على الجمعية التنموية بالجهة حسب شهود عيان. وتشير بعض المصادر أن عدد المعتقلين بلغ قرابة 65 معتقل. السحب فرج والمزيد عن هذا الموضوع. ثلاثة أيام بلياليها ومدينة الحنشة تعاني فرا وكرا مدا وجزرا بين قوات الأمن وأهاليها. كلنا يعلم عندما يتعلق الأمر بالتنمية وكرامة العيش فذاك الحد الفاصل بين الصمت والثورة. البارح في إسرائيل كما تشوف في إسرائيل في فلسطين احنا أكثر من هكاكا أكثر من هكاكا. الرجال نهربوها خرجوهم الديار، الأولاد الكل هزوهم ما خلوا الناس ينقزوا بالثلاثة بالأربعة يضربوا فينا بالبرتكانات نسير كل خرجة. كلام زايد، عمايل ما تتعملش ما تتعملش العمايل نتاعهم. سيريو أخرجوا يا نسيا أخرجوا يا نسيا كان نسيا في الديار عاقلة تبكي تتعايط وهم بالغاز مخنوقين مش تعمل. السبب الكل على جمعية تنموية. النهضة تحب الجمعية التنموية لها هي باش تستعملها حملة انتخابية، هذيك هي الحاجة اللي عملت عليها المشاكل هذه الكل. الاشتراكات كلها بعتها لجماعتهم هم، جماعة النهضة أكاهو هكا التهامي وهكا طاهر الدجاجة وهكا فلان وفلتان، فهمت ولا لا؟ هذا الكل ها؟ وحنا ما سمعناش بها أصلا، حتى الاشتراكات ما سمعناش بها، ما سمعنا حتى بشيء، باعوها تحت اسم لهالهم هم ليهم اللي تابعينهم باش ونهار آخر باش يعطوا قروض. أنا اللي مشي اللي ينتخبهم يعطوه قرض، اللي ما ينتخبش موت غادي. هذيك هي البلاد كيف عايشة. ها خويا خويا هدوا عليها في الثانية، استنى خويا هدوا عليها في الثانية، خويا أربعة هدوا عليه في الثانية، واحد بالبومبا غاز، واحد بالسكينة، واحد بالهراوة، وكل واحد يعس، كل واحد فهي يعمله، كل واحد وش يعمل، قريب يقتلوه، مشي يشكي، مشي يشكي، شدوه غادي، أنا توك موقف هو وراجلي، زوز موقفين. بلحت لولا نمقع مزهناي، والكرهبة جات تلقى رمتك الواحدة، دخلت في الحوش هذا تلقى واحد تلقوني ملوح، تقطع علي النفس، هذا بلحت لولا، والبارح اني قاعدة غدك قدام الحوش، الدار هذية في الباب، وهم جو، كي جوني دخلت رديت الباب، وهم خلوا علي الباب، وقال لي تو تطلعي له عندك، قلت له وليدي راني ما عندي حد، وليدي زاد سكرت الباب وزاد رجع حل. شنو طلع لي عندك؟ قال لي عذري، قلت له ما عندي.